وصل وفد من منظمة شؤون اللاجئين بقيادة مكات كيسي بمدينة بلتينغ حاضرة الولاية، حيث كان باستقبالهم حاكم الإقليم محمد عبد الكريم ألي وعدد من الإداريين. فور وصول الوفد عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الولائية، والتي تم مناقشة مجمل القضايا التنموية الخاصة بالإقليم، وذلك من أجل وضع خطة استراتيجية وأسس متينة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وضمان تلبية احتياجات السكان واللاجئين السودانيين. هذا ما أكده مسؤول شؤون اللاجئين بتشات مكات كيسي. كما زار الوفد برفقة حاكم الإقليم مطار مدينة بلتينغ، والتي أوضح عمدة المدينة زكريا عبد الرحمن عبد الكريم. دونك عندنا ايروبور جاهز قايد يجي دونك براتيكي، واي وقت كله دونك يقدروا يجيبوا دونك طياره هنا يجي يدلي. حاكم اقليم وادي فيرا محمد عبد الكريم علي اعرب عن امتنانه على هذا التعاون المثمر. البرنامج الجديد بقول التنميه وال الايمانيتير والافه يكون يعني في نفس الطريق. ساسي نوفيل فيجن. دونك في ده يعني عندنا اسبار كثير، وهسه مش ما لاحظتوا قبل عندنا بروجي بينيت كله، عندنا مشاريع كثير في بروفينس ده. ونشير ان اقليم وادي فيرا من ضمن الاقاليم التي استقبلت الالاف اللاجئين السودانيين.